اليوم شفنا مباراة كرواتيا مع البرازيل، حقيقة كانت مباراة ممتعة جميلة من الجانب البرازيلي التكتيكي والأداء الفني الرائع، إلى جانب بالمقابل الفريق الكرواتي اللي لعب مباراة منظمة محكمة استطاع أن يصل إلى الأشواط الإضافية، خاصة أن المباراة يجب أن نعرف أنها تنتهي ب90 دقيقة، سجل هدفه في آخر نص دقيقة وهذا هو المطلوب. كل يمكن الآراء كانت تصب لصالح منتخب البرازيل كون الفريق الجاهز من الجانب الفني والمعنوي بنتائج بدور المجموعات، ولذلك استطاع الفريق الكرواتي أن يستغل هذا الجانب ويحقق الفوز عن طريق ركلات الترجيح. البرازيل لو واصلة للنهائي وفازت بالكأس راح تمتلك كأس العالم، لأن امتلاك كأس العالم هو لازم تحققه وتفوز فيه 3 مرات مو شرط متتالية، وهي حققتها بالسابق وامتلكت كأس جورج رومي.